والحديث حول هذا الموضوع انضم معنا هاتفيا من الرياض مدير عام الترخيص بالهيئة الاستثمار المهندس رياض أبو الخيل. أهلا بك أستاذ أو أهلا بمهندس رياض، وأود بداية أسألك عن تأثير هذا الإجراء على تنافسية المملكة وكذلك على جاذبيتها بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. أهلا وسهلا، حياك الله يا أخوي. أولا أحب أشكر القناة الإخبارية على تسليط الضوء على أعمال الهيئة العامة للاستثمار. الشيء الآخر أنه الهيئة تعمل دائما على تسهيل متطلبات التراخيص الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية صحية وجاذبة للاستثمار وتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. بالنسبة لإنعكاسات القرار على الاقتصاد السعودي وعلى الاستثمار بشكل عام، نرى أنه هذا القرار راح يعطي أكثر استقرار للشركات المستثمرة في المملكة، بحيث أنه يعطيها متسع من الوقت أو لهالمجال لمدة 5 سنوات، تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، زيادة نسبة توطين الصناعات والتقنية اللي تطمح لها المملكة العربية السعودية، وتجذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في المملكة، وإعطاء مجال أوسع للاستثمارات القائمة للتوسع. نعم، كذلك ذكرت الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك أثر إيجابي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة تقليص بالنسبة وقت إصدار التراخيص من 2 عمل إلى 4 ساعات. هل هناك أرقام أو إحصائيات يمكن ذكرها في هذا السياق؟ صحيح، يتضح ولله الحمد أثر هذه الإصلاحات وهذه الإجراءات على إقبال المستثمرين للاستثمار في المملكة العربية السعودية. فنقدر نقول أنه خلال شهر يناير من عام 2018 بلغ عدد التراخيص 52 ترخيص بحجم تمويل يفوق 309 مليون ريال. لما نشوف شهر فبراير أيضا كان في منحة الهيئة العامة للاستثمار 32 ترخيص بحجم تمويل 275 مليون. هذا كله يعني يؤكد على متانة الاقتصاد السعودي ومتانة السوق السعودي أنه جاذب للاستثمار. نعم، بالنسبة ذكرت قبل قليل عن التدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما هي القطاعات اللي شهدت إقبال بالنسبة من قبل المستثمر الأجنبي في السوق السعودي؟ أبرز القطاعات اللي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار هي قطاعات استراتيجية، عادة تكون أهم القطاعات هي قطاع الصحة وقطاع الأدوية، صناعة الدوائية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الصناعات التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التعدين بشكل عام، السياحة والثقافة. كل هذه تطمح الهيئة إلى أنها تستقطب هذه القطاعات وتحتضنها في المملكة العربية. نعم، رياض أبو الخيل مدير عام التراخيص في الهيئة العامة للاستثمار، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.